السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريرنا لهذا اليوم عن المنتخب السعودي. في هذه اللحظات صالح النعيمة محققا الأمل الكبير الذي طالما انتظرناه وطال شوقنا إليه، يتحقق اليوم بفضل الله ثم بفضل الولاء والوفاء والإخلاص. سيبدأ المنتخب السعودي مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. هو ممثل السعودية الرسمي في رياضة كرة القدم. تأسس المنتخب السعودي لكرة القدم عام 1956، وقد تأهل لنهائيات كأس العالم لخمس مرات، منها أربع مرات متتالية منذ صعوده الأول. عيب إلا بتراجع وعرضية وحلوة في المرمى، جول في المرمى، جول في المرمى، جول ماجد عبد الله، ماجد عبد الله في الدقيقة 9، كرة حلوة من سعيد عويران. في مونديال أمريكا عام 1994 وحتى 2006. سريعة جدا محمد أميني، خرج كرة ممتازة، تتبدل ممكن على اليسار، انفراد تام، فرصة لجابر صعبة جدا، وكورة، والهدف الثاني، الهدف الثاني من سامي الجابر. وانقطع المنتخب السعودي بعدها عن التأهل للمسابقة. حتى تأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في 2018. إنجازات المنتخب السعودي: كان البطل في كأس آسيا لثلاث مرات. أما عن البطولات الإقليمية: كأس الخليج العربي لثلاث مرات بطل، وكأس العرب لمرتين توج للبطولة. لقد حقق في كأس القارات عام 1992 الوصيف، الطريق إلى 2022. وفي نهاية تقريرنا نشكركم على المتابعة. ويعلن كوبالينكو على وصول المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018. مليون مبروك للجمهور السعودي، للشعب السعودي، للجماهير السعودية، لكل الإدارة السعودية بهذا المونديال الخامس الذي كلفه معاناة أمام المنتخب الياباني، أجواء لا يمكن وصفها في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في كل الشوارع والمقاهي والبيوت السعودية. فرحة ملكية بكل ما في الكلمة من معنى. ألف مبروك للسعودية بهذا الحضور المونديالي كأول منتخب عربي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.